السلام عليكم، معاكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. السلام عليكم، معاكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة هتكلم عن تضخم البروستاتا الحميد، بس عن جزئية العلاج. التركيز في الفيديو هيكون عن علاج تضخم البروستاتا الحميد أو علاج ورم البروستاتا الحميد. قبل كده عملت فيديوهات عن البروستاتا بصفة عامة، إيه هي وظيفتها، إيه والحجم الطبيعي، ولما بتزيد في الحجم بيحصل إيه، واتكلمت عن التهابات البروستاتا وذكرت أمراض البروستاتا بصفة عامة. والنهاردة جه دور علاج تضخم البروستاتا الحميد. بعد ما اتكلمت عن ايه هو تضخم البروستاتا الحميد وايه العوامل اللي بتؤدي الى هذا التضخم واسبابه وطرق الوقاية منه، فاليوم نتكلم عن علاج تضخم البروستاتا الحميد. فخليكم معايا نشوف تفاصيل الفيديو. خيارات علاج تضخم البروستاتا الحميد، ايه هي الخيارات اللي قصادنا؟ اما تعرف هذه الخيارات ممكن تعرف ايه المناسب ليك. طبعا الخيارات ديت عديدة جدا جدا، ومفيش خيار يناسب الجميع، مفيش خيار واحد يناسب الجميع. يعني ما نقدرش نقول ان العلاج الخط الاول العلاجي وهو اتباع اسلوب حياة صحي واختيار اطعمة مناسبة تساعد على الحفاظ على البروستاتا وعلاج تضخم البروستاتا، ما نقدرش نقول ان هذا علاج يناسب جميع الحالات. هو علاج لابد أن نبدأ به دائما، واحتمال الواحد يتحسن وهذا احتمال كبير، واحتمال لا. فإذا ما تحسنش الواحد بهذا الخيار فإذا في خيار تاني، الدنيا مش مسدودة. الخيار التاني هو العلاج الدوائي. العلاج الدوائي في أدوية متعددة بناخدها، يبقى إذا ده الخيار التاني. طب لو ما جابتش برضو نتيجة، في احتمال ما تجيبش نتيجة، يبقى إذن الخيار الثالث اللي هو إيه؟ Non-invasive surgery، الجراحة غير متوغلة، اللي هي الأيام دي تقريبا بقالها كذا سنة، مش الأيام دي بس تقدمت قوي خلال الكام سنة اللي فاتت، خلال 10 سنين فاتت تقدمت جدا جدا، بحيث إنها بتتعمل والواحد قاعد في العيادة على الكرسي وبتخلص في نص ساعة ولا ربع ساعة والواحد يروح بيتهم وكأن ما فيش حاجة حصلت. ديت الخيار الثالث اللي هو الجراحة غير المتوغلة. يعني غير المتوغلة يعني ما فيهاش بقى ايه، او قليلة التوغل، هي متوغلة بس قليلة، ما فيهاش بقى فتح بطن، عمليات مفتوحة زي زمان، زي العملية اللي هو الخيار الاخير والخيار الرابع اللي هو open prostatectomy، يعني إزالة البروستاتا، الجراحة المفتوحة. ودي جراحة زي باقي الجراحات، وهي دي كانت الجراحة التقليدية زمان لحد ما ظهرت العلاجات الجديدة النون انفيسيف اللي هي بتتعمل بالمناظير وبالليزر. وطبعا ديت هي أخطر خيار وأشد خيار، لأن بيتطلب الواحد يدخل المستشفى ويتطلب تحضير قبل العملية، ويتطلب ان الواحد يقعد بعد العملية حسب الظروف ممكن اسبوع وممكن اكتر، ويتطلب ما بعد الخروج من المستشفى يمكن اسبوعين او اكتر فترة نقاهة وعشان يقدر يرجع لحياته العملية. ما بنضطرش لهذا الخيار الا في الاخر خالص، او لما تكون البروستاتا متضخمة جدا فوق 100 جرام او 120 جرام حجمها، هو الحجم الطبيعي طبعا 20 جرام. يا اما جراحات بالمناظير، جراحات بالمناظير، ومنها اشهر جراحة لجراحات النون انفيسيف اللي هي بيسموها تيرب، TURB، وهي عبارة في منظار مخصص موجود في المقال، تحت صور لي في المقال اللي انا بتكلم عليه دلوقتي في الموقع، هتلاقوا المنظار عبارة عن منظار، وجوه المنظار بتدخل من داخله كده سكينة معينة اسمها سكينة القطع، بيخش المنظار من خلال القضيب ومن خلال الحالب إلى أنه يوصل لحد المسان. وهناك طبعا الدكتور الجراح بيبقى باصص في المنظار وشايف هذا الكلام، ولما بيوصل لهذه النقطة بيبتدي يقطع في أنسجة البروستاتا، يقطع في أنسجة البروستاتا بحيث المحيطة بالحالب أو اللي ضغط على المسام،
بحيث يخفف الضغط عن المثانة وبحيث يتشال الضغط من على الحالب، فإذا تتعالج مشاكل انسداد الحالب وصعوبة نزول البول وتقطعه، وتعالج أيضا مشاكل التخزين، لأن كده البروستاتا هيتشال من عليها الضغط وبالتالي تقدر تخزن كمية أكتر من البول. المفروض البروستاتا مثلا تقدر تخزن 500 ml من البول، فمع البروستاتا ما تقدرش تخزن أكتر من 100 ml مثلا. ده وغير كده ما بتقدرش تفضي، يعني حتى ال 100 ملي ديت ممكن تفضي منهم 50 ويتني قاعد 50، بنسميه ريزيديوال فوليوم، لان البروستاتا ما عندهاش القدره انها تنقبض بحيث تفضي الكل. فديت الخيارات الموجوده عندنا لعلاج البروستاتا: نمط الحياه الاول، اسلوب الحياه الصحي وتغيير نمط الحياه بما يتناسب مع البروستاتا، والخيار الثاني اللي هي الادويه العلاجيه، والخيار الثالث اللي هو الجراحة النون انفيسيف، والخيار الرابع اللي هو الجراحة المفتوحة اللي هي open prostatectomy. وان شاء الله ربنا ما يوريك ولا يورينا اي مرض، بس هو كده ده مرض مكتوب علينا كرجال. اكتر من 50% تقريبا من الناس فوق سن 60، من الرجالة مش من الناس، من الرجالة فقط فوق سن 60، ونصهم تقريبا بيعاني من أعراض مزعجة جدا جدا وبيضطر أنه يبحث عن علاج. لكن لو ما فيش، يعني هو عدد كبير عندهم التضخم، بس في ناس محظوظة ما بيكونش عندهم أعراض. فالقاعدة هي أن إذا كان ما فيش أعراض إذن لا داعي للعلاج، ماشي؟ يعني افترض واحد بيكشف بيعمل موجات صوتية لقى عنده تضخم في البروستاتا بس ما فيش أعراض، ما فيش أعراض، فإذا لا علاج. أو واحد تاني عنده زيادة شوية برضو بيروح يكشف عند الدكتور مسالك بولية، فبيسأله أنت بتقوم بالليل؟ بقوم مرتين ثلاث. بتروح الحمام كتير؟ بروح في الحمام 5-6 مرات. طيب أنت كده متضايق؟ يقول لا أنا مش متضايق، مش يعني عادي، بقوم بالليل وأرجع أنام مرتاح ما فيش مشكلة. إذا ده مش محتاج علاج طالما الأعراض مش مؤثرة على حياته. ده كده كان ملخص سريع عن علاج تضخم البروستاتا، وده الجزء الأولان من علاج تضخم البروستاتا. الجزء الثاني إن شاء الله يكون بالتفصيل شوية، هيكون بالتفصيل شوية، وخصوصا عن الجراحة النون انفيسيف اللي غير توغلية، لأن مهم أن أنت كبرضو كرجل وخصوصا فوق الخمسين تعرف هذه بعض التفاصيل عشان تقدر تتناقش مع الدكتور، وبرضو جراحة الأوبن بروستاتيكتومي. وفي جزء آخر ثالث هيكون بالتفصيل عن التيرب، لأن دي أشهر جراحة، أكتر جراحة بتتعمل. والاختيار في النون انفيسيف ممكن يعتمد على الدكتور اللي انت مرتاح له، لأنه مش ممكن يكون عنده كل الأدوات والأجهزة، فبيبقى عنده الليزر يقول لك اشتغل نعمل لك الجراحة بالليزر، عنده المنظار يقول لك نعمل بالمنظار، عنده الحراري يقول لك نعمل بالحراري، وهكذا يعني. فالاختيار بيعتمد عليك وعلى الدكتور، فلازم تبقى فاهم عشان تقعد تناقش الدكتور وتناقش ايه اللي هيحصل بعد العملية، وتقدر تقرر انت والدكتور بعالج ايه هو الجراحة المناسبة ليك. ونشوفكم بكل خير في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.